لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز من موسكو حسين مشيك. حسين، برحب بك معنا، ما هي الأوضاع الميدانية عندك؟ تحياتي سمر. في الأوضاع الميدانية اليوم أعلنت الدفاع الروسية في بيانها اليومي على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء إيغور كروشينكوف عن مقتل أكثر أو عن قتل أكثر من 160 مقاتلا أوكرانيا في ضربة عالية قطة استخدمتها القوات الجوية الروسية على نقطة انتشار تابعة إلى المسلحين الأجانب في مدينة زاباروجي، كما أيضا تم تحديد أكثر من 100 مقاتل أوكراني في أيضا ضربات عالية الدقة في دونيتسك، بالإضافة إلى إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميز 8. وأيضا في التطورات العسكرية سمر، تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية الخاصة في المدن الأوكرانية، كما أيضا تقدمت القوات الروسية في مدينة باخموت في اقليم دونيتسك. هذه المدينة تشهد وقوف او توقف للتقدم العسكري في داخلها منذ اشهر، وبالاضافة الى باخموت، سلافيانسك وكراماتورسك، 3 مدن في اقليم دونيتسك، توقفت الضربات الروسية على هذه المدن خلال الفترة الماضية. على ما يبدو فان القوات الروسيه استعادت الضربات الجويه على مدينه باخموت، كما ايضا تتقدم القوات البريه في الجيش الروسي وقوات اقليم دونيتسك في مدينه باخموت من اجل تحرير هذه المدينه من القوميين الاوكران حسب التاكيدات الروسيه. لكن بالرغم من هذا التقدم الا ان القوات الاوكرانيه سمر تمكنت من استعاده بعض البلدات في مدينه خيرسون. هذه الاستعاده يصفها الخبراء والمراقبين على انها اخطاء صارت العمليه العسكريه، والخبراء يطالبون القياده الروسيه والدفاع الروسي بضروره توضيح ما يجري على ارض الواقع نتيجه الخروقات التي حصلت في الاسابيع المقبله، ان كان من بلده كراسني ليمان وايضا بالنسبه لبلدات في مدينه خيرسون واستعاده القوات الاوكرانيه هذه البلدات، كما ايضا بالنسبه للتقدم الاوكراني في مدينه بالقرب من خيرسون، تتقدم القوات الاوكرانيه فيها لكنها لم تستطيع من السيطره عليها نتيجه الصد الروسي. هذه البلده هي التي تربط خيرسون بنيكولايف، تشهد معارك عنيفه حتى هذه اللحظه. أشكرك شكرا جزيلا حسين على نقل الصورة كاملة، الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز في موسكو، شكرا جزيلا لك.